في ايكوتولك على اكسبريس اف ام، في ايكوماج على اكسبريس اف ام، وايكوتولك الحديث باش يكون بالاساس حول الاقتصاد الغير المهيكل، او العمل اللي يشمل العمل الغير المنظم والغير المهيكل هو زاده، في اطار اماتوليه اللي يتم تنظيمه البارح بعنوان نظره جديده للعمل في الاقتصاد غير المنظم من تنظيم المعهد التونسي للعمل الشامل، اللي ينظم منتدى اقليمي حول الموضوع هذاك. علاش حاضر معنا ضيفتنا سيده اسماء بن حسن، مرحبا بك. اهلا، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة والحضور. ليكونومي انفورمال يذولي ماهوش موضوع جديد، لأنه موضوع جديد قديم نحكيو عليه عن برشا، فما حتى دول اللي خلقت وزارات وكتابة دولة بذمة هذية الاقتصاد الغير المهيكل في العالم. كنشوفوا الأرقام نلقاو شوية اللي مانيش وحدنا، معناتها تقريبا سي ان فينومين حول العالم، ماهوش جديد زاد قديم، يمكن صحيح في الدول النامية والدول اللي وضعياتها الاقتصادية ما هيش على أحسن ما يرام، لكن أيضا حتى في الدول المتقدمة نلقاو زادة فما إشكاليات بالنسبة للنوعية هذه تحديدا من الاقتصاد. وكان باش نحكي على تونس تحديدا، نلقاو اللي تقريبا حسب آخر المعطيات اللي تقول أنه إجمالي لو سيكتور انفورمال أو القطاع الغير المنظم والغير المهيكل من الناتج الداخلي الخام في تونس في حدود 35.2% تقريبا، لكن مش باش نمشي للأرقام اللي أكثر بيسيميزم اللي هما يتقولهم ويقولهم البنك العالمي اللي يتجاوز تقريبا 52%. اسمع، مرحبا بيك يعيشك. هل الارقام وهل الوضع هذايا الكل، خلينا نرجع نحكيو على شكون، على شنو بالضبط الفكره الاولى والتعريف الاولي للاقتصاد الغير المهيكل، شنو هي ساعه قبل ما ندخل في التفاصيل؟ هو ديما التعريف كي نحكيو زاد على الاقتصاد غير المنظم او غير المهيكل او غير الرسمي، ديما عندك لا كونفيجن، معناها الاختلاط في المفاهيم. يا هل ترى الاقتصاد هو القطاع، يا هل ترى القطاع هو العمل. دونك الاقتصاد غير المنظم هو يشمل حاجتين، يشمل لو سيكتور معناها القطاع غير المنظم اللي تلقى فيه معناها دي زونيتي دو برودكسيون، ويشمل ايضا العمل غير منظم معناها وضعيه الناس اللي قاعده تخدم بصفه غير رسميه او بصفه غير مرسمه منظمه، معناها تلقاه ما يخدم، ما عندوش عقود شغل، ما عندوش حمايه اجتماعيه، ما عندوش تغطيه صحيه، يخدم في ظروف عمل غير لائق. العمل غير المنظم تنجم تلقاه حتى في القطاع المنظم، تلقى مثلا في شركات ناس تخدم دون عقود وتلقاه زاد في القطاع غير المنظم. وبالطبيعه فما بليزيور ستاتيو في العمل غير المنظم، ينجم يكون اجير، ينجم يكون يخدم وحده، ينجم يخدم في كوبيراتيف، يعني فما العديد من التصنيفات. لكن اهم حاجه في هذا كل اللي نحنا تو انت عطيتي دي شيفر، لي شيفر هذوكم سي فري فاري اونتر 35 كما قلت حتى 52 حسب الدراسات، انت ونوعيه الدراسه، حسب كيفاش زاد تم الاحصاء نتاعها او وقتاش تم الاحصاء نتاعو. وهو معناها عنده تكاليف على الدوله، اي دوله اذا كان عندها نسبه كبيره نتاعها خارج المنظومه المهيكله، خارج الرقابه، هذه فلوس معناها ما فيهاش كونترول اذا كان نحكي اون تيرم نتاع فلوس. وكيف كيف معناها ابار معناها لي تو اللي انت عطيتهم على الاقتصاد، فما دوطخ تو اللي هي تعنى بالعمل، الناس اللي قاعده تخدم قداش هذوما، قداش من الناس في تونس او مش في البلدان الافريقيه راهو سا ديباس لي 80%، قداش ناس عندنا في تونس قاعده تخدم بصفه غير مهيكله، بصفه غير منظمه، معناها ماهيش قاعده تتمتع بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه نتاعها. اللي هي البارح نحن ديما عندنا دي ستاتيستيك، نحن نقولوا على 44% من اليد العامله النشيطه في الاقتصاد هي قاعده تخدم بطريقه غير منظمه. البارح في الندوه كانت تعطى رقم واحد اخر اللي هي في حدود 36%، ولكن ما بين 36% 44%، المهم لو شيفر هو فوق المليون و592 الف، هذه حسب احصائيات 2019. انت من 2019 اليوم عندنا 5 سنين، لازم تتخيل اليوم شنو ولا الوضع. 5 سنين تعديت بها تونس كي العالم الكل تعديت بازمه كوفيد، اللي برشا ناس فقدت العمل نتاعها، مواطن الشغل نتاعها، برشا ناس كانت عندها برشا مش معناها مشاريع مهيكله نظرا للضغوطات الاقتصاديه والاجتماعيه، ونظرا اللي هو ما نجمش يبيع وعنده معناها مصاريف، برشا ناس حتى هي سكرت الوحدات اللي ربما كانت في وقت ما مهيكلة، ولكنها اضطرت باش تمشي للقطاع غير المنظم وقاعدة تخدم بطريقة غير منظمة غيان كو بور سوفيفغ، باش يدخل مدخول باش ينجم يعيش. سواء تخرج تماما من القطاع المنظم، وإلا كما قلت نجم تكون مؤسسات أنت منظمة بشكل كبير اللي تولي تشغل بشكل غير منظم مثلا بسبب الأزمات هذيا، ولا حتى الناس اللي كانت ربما عندها عقود صغيرة مثلا دي سي دي دي، ولا ما كانتش حتى نحكي على اللي عندهم لي سي دي دي مثلا. برشا ناس من بعد في بعد أزمة كوفيد نحن قابلناهم في معامل في شركات خرجوا، دونك في الفتره ذيك حتى الامان الوظيفي خاطر هو مش مرسم ما تمتعش بيه، دونك خرج، دونك خرج وبطبيعه في مش يمشي مش يقعد بطال،
ناس معناها عندها التزامات عائليه ولازمها تعيش ولازمها تخدم، شخص تمشي تخدم. انا ما نحبهاش برشا في الانفورمال، نقولوا يخدم بطريقه غير منظمه، معناها هو متخلي على الحقوق نتاعو وايضا ماهوش يقوم بالواجبات نتاعو، لكن الهدف الاولاني نتاعو انه على القليله يامن نفسه مدخول باش ينجم يعيش. هو فما الحقيقه معناتها اشكاليه تظهر لي كبيره في الموضوع هذا، هو المحاولات اللي قاعده تصير، لانه كان تقريبا نرجعوا حتى في الزمن من السبعينات في تونس وبرشا اجراءات صارت ومحاولات لتفادي هل او على الاقل التخفيف من وطأة الفكره الانفورمال هذه او الاطر الغير المهيكل او العمل والاقتصاد الغير مهيكل بشكل عام، من خلال تحفيزات مثلا بعض الاجراءات الاداريه بتاتخ تسهيلات معينه، فما بعض التبسيطات اللي صارت. ولكن هذا نسالك اليوم انا، هل كان مجدي كي نشوفوا النتائج عام 2024؟ مجدي مانيش نقول نوعا ما، خاطر سا ديبون انت وشنو الاجراء، لكن انا نجم نقول لك اللي راهو الحديث عن العمل غير المنظم جاي برانسيبالمون بعد الثوره. علاش؟ علاش؟ خاطر قبل العمل غير المنظم والسيكتور انفورمي سيتي اون سورس دو كرياسيون دومبلوا، معناها حاجه تامن موارد مواطن شغل وموارد رزق. مع اللي كان عندنا ديما طول حياتنا كانت عندنا نسبه بطاله كبيره برشا. نحن اول انكيت عملناها اون 2013 نعطي جوست معناها ان انديكاتور ولا ان ريزولتا، انا لقينا بعض النتائج اني فما ناس قاعده في الانفورمال ليها فوق العشر سنوات. لقينا اللي فما ناس تحب تقعد في الانفورمال. علاش؟ خاطر اون اتوندون انه يتعدى للقطاع المنظم ويلقى معناها موطن شغل مخير. ان سارتان مو كنا نحكيو على مثلا لي جون ديبلومي اللي كان يدخل ويقعد في الانفورمال يخدم مثلا في شركه ويخدم، يقول له مش لازم حتى كونترا. علاش؟ خاطر تو سامبلومون ما يحبش يخسر لا بوسيبيليتي انه يعدي يدخل في لي كونكور ناسيونو، خاطر اذا كان عمل رقم تاع سي ان اس اس ما عادش عنده الحق، يلقى روحه ما عادش عنده الحق. كيف كيف حاجه غريبه ياسر ما عندكش يلقى انت علاش انت تحكي على الاجراءات يا ترى كانت نافعه ولا كانت حتى قبل بعض اليه التشغيل، وانا مش باش نعمل نحن بالعكس وزاره التشغيل هي شريك ونحن طول حياتنا معناها لمده السنوات اللي خدمنا فيها نحن فخورين بالشراكه هذه، ولكن ان سارتان مومون بدنا نحن تسالنا على بعض اليات التشغيل اللي كانت فيها نوع من الانفورماليتي، معناها فيها نوع من ما كانش فيها مثلا حمايه اجتماعيه او غيرها. بالطبيعه هذه كل تم اصلاح وتم التجاوز نتاعو، ولكن مالوزمون كانت فما برشا اجراءات ربما ما دعمتش برشا الانتقال. ما كانش ساهل انك باش تدعم الانتقال الى الاقتصاد المنظم لسببين، السبب الاول هو فما الاطر القانونيه اللي ما تسمحش، وزاد فما السبب الثاني اللي ربما الناس اللي قاعده تخدم ما تعرفش مصلحه انه يتعدى للفورمال. تلقى ان جون يخدم ومثلا يدخل مليون، هو الى ان تغيب شي دخل يحطه في مكتبه، وقت اللي تحكي له على الصحه والسلامه المهنيه وتحكي له على الحمايه الاجتماعيه ما يعني له شيء وقت ما يعني لهش. هو الى 30 في صحه جيده ما يخممش الريتريت، سي دون 30 ولا مش يخمش مش يخمش اليوم نجم يعمل اكسيدون ما يخممش. ولكن على ذاك هو كي انت تعمل معهم حملات تحسيسيه وتعمل تكوين، وقتها تولي لا كيستيون سو بوز بالحق، يقول لك انا اليوم كيفاش نخدم وما عنديش حمايه اجتماعيه. انا ديغنييرمون معناها جارنا الخضر نحكي انا وياه سالني هو ديما قال حبيت نعرف انت على شنو تخدم، حكيت له شوي قال لي شنو حكيت سي ان اس اس، قال لي بتنجم ترجع تفهمها لي. عمره ما فهمش معناتها راهو الى 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 25 تبارك الله عليه وتحسه مثقف معناها راهي ثقافه ولا عندك نيفو ديدوكاسيون. خاطر نحن حتى كي نقراو حتى اللي يقرا طب نعطيك اللي يقرا طب قاري عليها سي ان اس اس، قاري على الفيسكاليتي، تخرج تلقى طبيب باش يبدا يحل الكابيني، وقتها وين يبدا يعرف شو معناها سي ان اس اس وباتيندا ودرا شنو. حتى الحاجات هذه ما تقراش ما تقراش، حتى كان تقرا تقرا بشكل عام معناها مانيش لي ديتاي الناس ما تعرفهمش. دونك هو كان لوي مونك لي ديتاي هذوما. انا شو في سيغ من الانتيغي نتاعو اللي هو يحب يعرف اللي هو يحب يامن روحه. يحب يامن روحه خاطر غدوه كي باش يعرس ويجيب صغار، غدوه كي ولدك يمرض تصير مشكله يخرج الغوتريت، يحب يامن روحه يحب يفهم. على ذاك سي تري امبورتون دو فيغ لي سيسيون دانفورماسيون دو سونسيبيليزاسيون للناس هذوما. هو زاد من الجانب الاخر، وانت قبل قلت لي يمكن كانت في ما نعرفش فترة من الفترات ولا حتى إلى حد الآن العمل الغير المهيكل وهالمشاريع هذه أو المؤسسات، وحتى بين ظفرين خاطر نقولوا سي دي زونتربريز انفورمال، هو مؤسسات معناتها، خاطر فما مؤسسة ولات للغير المهيكل معناتها، تلقى مجموعات كاملة تخدم عند شكون معناتها والأمور ماشية، فما ديكود معناتها يفهموا بعضهم ويعرفوا كيفاش الخدمة تمشي اتسيتيرا. في فترة من الفترات وما نعرفش نسألك أنا كيف كيف، هل إلى حد الآن هذا متواصل ولا فكرة أنه الانفورمال أو الغير المهيكل هو بالأساس خالق لمواطن الشغل، يعني كان بين ظفرين يمثل حل للدولة بشكل من الأشكال؟
خليت مع الدولة تعرف اللي هذا قاعد يصير وخليته يصير على خاطر ما عندهاش حل. هي جستما ما عندهاش حل، ولكن ما فيش حاجه ما فيهاش حل، هي فما حل، ولكن هل ترى الحل مكلف ولا ماهوش مكلف؟ نحن مثلا كي خدمنا على قانون المبادره الذاتي، وهذه كلمه مقوله بكل صراحه، معناها كان فما شويه تحفظ من وزاره الماليه على القانون هذا، على اساس اللي هي قاعده تعمل في اجراءات كل سنه باش تدعم الانتقال. دونك في لوات فينانس مثلا 2022 جو بونس خرجت اجراء تقول لك انا اليوم كيفاش نعمل قانون جديد كيما قانون المبادره الذاتي، شنو هو زاد كيفاش شنيا لو كو نتاعو، هي ترى باش تكلف عليه برشا باغابوغ شنو هي المداخيل نتاعو. دونك حتى دوله كي تجي باش تعمل اي اجراء لازمها تشوف قداش باش يتكلف عليها، هي ترى اليوم انا كيفاش نعملو، اسكو جي لي ريسورس هيومان اللازمه، اسكو جي سي سي مثلا لا لوجيستيك اللي نحتاجوها حاضرين ليها. دونك فما زاد قراءه نتاع من طرف الدوله، هي ترى الاجراء هذاك الى اي مدى ينجم يكون نافع. دونك بالطبيعة سا بخي كيلكو زاني باش اليوم فما اوزمون، معناها وزارة المالية ربما حسنت فيه شوية وصلحت من القانون شوية اللي يتماشى مع الأهداف نتاعها. ابخي تو مانيش عندي دي شيفر، مي لانفورميل اليوم كي باش يدخل للفورميل افيك لي تو الموجودين باش فما شويه مداخيل، فما مداخيل مش ما نجمش نعطي دي شيفر تو، ولكن فما مداخيل باش تدخل من لو بايمون دي زامبو، حتى من الكونتريبيسيون سوسيال اللي هي العباد هذه ما كانش داخل فيها. لكن مع سيستم الرقابه والمتابعه تقول لك انا الدوله خنشوف يا ترى اسكو لو كو اللي انا باش نصرفه يستحق ولا. ولكن من منظور انه هذا برنامج وقت تعمل قانون المبادره الذاتي الهدف نتاعو ماهيش المداخيل، والبارح حتى الوزير السيد الوزير قالها، قال راهو سي با المداخيل خاطر ماهيش برشا حاجه كبيره باش تدخل الدوله، ولكن سي لو ستاتيو اللي باش تعطيه للناس هذوما. خاطر الناس حاجه كبيره، شو با فريمون سيغ اللي ماهيش حاجه كبيره لا هي جون فولك، مش نحكي على 1,592,000، انا نحكي على قانون مبادر ذاتي اللي يستهدف لي زوتو انتربرونور، الناس اللي تخدم لحسابها الخاص، اللي يمكن في 1,592,000 يمكن خاطر يخدموا حدهم يمثلوش 200,000 300,000 افيك، معناها هي كوتيزاسيون اونيك فورفيتير، معناها تو معين ماهيش ثقيله عليهم، ما تكونش ثقيله، ولكن كما قلت لك راه كي تجي تشوف المداخيل نتاعها ماهيش حاجه كبيره، لي روسيت معناها بليتو ماهوش حاجه كبيره، ولكن هنا انت قاعده تامن للناس هذايا ان ستاتيو سوسيال، ان ستاتيو بروفيسيونيل، ان ستاتيو باهي، غدوه ينجم يتمتع بالحمايه الاجتماعيه، ينجم يتمتع بانه عنده ان ستاتيو بروفيسيونيل، ينجم يتمتع ببرامج التشغيل، ينجم يكون زاد كيف كيف يتمتع بالخدمات الماليه اللي تنجم تقدمها البنوك، خاطر قبل الانفورمال حتى باش يحل ان كونت. نحن عندنا دي وجيت انا قبل حكيت على لي زانجينيور اللي قاعدين يخدموا اليوم على اقتصاد المنصات، سي دي زانجينيور دونك فيهم وفي سي سي دي ديبا. نحن كي عملنا لونكيت 100% اي سون دو، معناها عندهم دي ديبلوم دو يا مازال يقرا في لونسينيمون سوبيريور، يا عنده ديبلوم، معناها سي با كيما انت سبقتني شويه خاطر انا جوستومون تغيرت التصويره تماما. قبل وقت اللي نحكيو على لانفورمال ولا الاقتصاد والعمل غير المهيكل، ديما اول فكره تجي لبالنا هي في القطاع الفلاحي مثلا، القطاعات الكلاسيكيه، القطاعات الكلاسيكيه شويه الخدمات معينه زاد في حتى تحتهم فما دي سو سيكتور نعرفوهم معناتها تقريبا. الامور اليوم تغير، ما عادش نحكيو على هذايا خاطر انت حكيت على اقتصاد المنصات، واليوم ولينا نحكيو على دي ديزاينور ودي غرافيست ودي انجينيور وكل ما يهم القطاع، كل ما يهم القطاع الابداعي الفني بشكل عام ولا الاعلامي والتكنولوجي الكل ولا جزء كبير منه يعتمد او موجود ينخرط في الاقتصاد الغير مهيكل. بالطبيعه اذا كان هو يخدم، هي انا قلت لك العمل غير المنظم او العمل في الاقتصاد غير المنظم، الديفينيسيون نتاعو او لو كريتير نتاعو هو راهي الناس قاعده تخدم في ظروف ما عندهاش الحمايه الاجتماعيه، نبداو لو كريتير نتاع لا بروتيكسيون سوسيال، هذا اهم حاجه، ما عندهاش عقود، ما عندهاش تخدم زاده في ظروف عمل نحن نسميوها غير لائقه، لانها لا تستجيب الى مواصفات او لي كونديسيون نتاع لو ترافاي ديسون، حتى تلقاهم ما عندهمش حق في الاجازات، تلقاهم يخدموا 13 14 20 ساعه راهو موجود هذايا الكل، يخدموا معناها حتى في الاجور، الاجور لا ترتقي هو شنو الشهاده نتاعو وشنو البروفيسيون هذيك نورمالمون اش لازم يخلص فيها. دونك سي نورمال اللي هو الظروف هذه ترى انه هو شخص هذا قاعد في الانفورمال ما عندوش بيتين، ما عندوش حمايه اجتماعيه، ما عنده حد شيء، ما عنده حد شيء. فما جمله تتقال يقول لك انا علاش كنت قاعد راجل شي نقسم مع الدوله معناتها حتى نقدر ساعه نغطي مصاريفي انا. هي مالوغوزمون هذا موجود، هذا واقع، ولكن الواقع من جاي من ما بين ظفرين ربما جاهل شويه ليزافونتاج، خاطر انت زاد كيف كيف كانسان مواطن لازمك تعرف معناها تقدم، كيما انا حكيت لك الدوله تشوف قداش يتكلف عليه شنو باش يدخل، كيف كيف الشخص وقت اللي يجي باش يحسبها باش يقول لك انا باش نحط مليون باش نخلص منه مثلا جو في دير ان اكزومبل اتيتر اكزومبل 150 خليها في مكتوبي خير، لكن هو ما يقراش اللي بعدها شنيا،
خرج كي خارج يتحدث يتعرض لحادث شغل مين باش يمشي باش يتعيش في سبيتار باش ينجم يلقى يعمل غاديو اليوم انت عندك الفلوس غدا ما عندكش ما تخممش اللي نحن حتى وفما ديزيتيود معناها سيونتيفيك على الصحه في تونس كل شيء شوف معناها مع العمر 60 70 سنه اكثر الناس ماشيه في الامراض المزمنه شكون باش يتكلف بيك في الامراض المزمنه امراض مزمنه راهي مرض مزمن معناها سي تري شير سي تري كوتو هذا كل انت اذا كما تقرالوش حسابه اليوم وتحط روحك في منظومه تاع حمايه اجتماعيه اللي معناها تعمل كوتيزاسيون دخلت وروتريت دخلت معناها تبدا تحضر لروحك باش تبدا عندك اون روتريت شكون باش يتكفل بيك نهار اخر؟ ماذا كيفاش تقنع به اصلا الناس معناتها اليوم اللي يسمع واللي حياته الكل هو ماشي لاباس معناتها تحت الحيط ما يجي حتى حد ما يطلع عليه نا با دو بروبليم ما عندوش مشاكل صحيه ما عنده شيء انه سو بروجيت با ماهموش بالنسبه له ما يخممش 70 و80 سنه يقول لك حتى نعيشهم ساعه في الاوضاع هذيا دوك كيفاش نجم تقنعوا معناتها؟ تقنعوا برجع حاجات اولا مقتنعين انا علاش نقول لك الاقناع ماهوش اوسي صعيب نحن خاطر عملنا بوكو دو فورماسيون نحن عملنا لي كاتيجوري اللي ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش عم الناس اللي تخدم في الانفورمال من اللي عنده نيفو ديديوكاسيون مرتفع اللي عمره ما قرا اللي في لي سيكتور الفلاني اللي في ريجيون معينه في جنوب تونس ولا شمالها او ديبي سي ان بو ديفيسيل اذا كان زاد كيف كيف انت شنو المقاربه نتاعك انا البارح نحكي حتى مع السيد الوزير قلت له راهو اليوم كي باش يجي ستاتيو دو لوتو انتربرونور اي اون va faire la communication عليه لازم يكون حاضر في المجتمع المدني خاطر هو الاقرب هو ينجم يوصل المعلومه بطريقه خير خاطر انت اول واحد باش يخمم باش يقول لك الدوله تحب تقصد معي باش يوحلني ليه اجى ساعه معنا نحن معنا مع اللي باش يقدم لك المعلومه نحن كي بدينا لي فورماسيون اون نا جامي بارلي دو لا باتونت عمرك ما تجي لعب تقول له لازمك تعمل باتين دو شنو هاي الاجراءات شوي ساعه فسالوا ساعه قبل L'intérêt de la chose, moi, t'as ça قبل. Face à le secteur où il y a des risques professionnels. انت قاعد تخدم انجينيور قاعد تخدم نهار كامل يدك على السوري او بو دو 10 ans 20 ans يدك باش تولي فيها مشكله طريقه القاعده نتاعك انا نعطيك في الحاجات شويه هكا لا ما احلاهم معناها هكا يخدم انجينيور لا لا ويجي يشوف الفلاحه شوف نوريهم المخاطر المهنيه شنو هي البروبابيليتي نتاع حدوث لي زاكسيدون ترافاي شو معناها حمايه اجتماعيه شنو هي البرامج نتاع الحمايه الاجتماعيه الموجوده في تونس يحكي على الكارت البيضاء والصفراء يفهمها ويفهم يلترا هو اللي يجيب لها ولا ومن بعد فسر له سي ان اس اس كيفاش ينجم يعمل ومن بعد نتعداو اليوم انت المشروع نتاعك كيفاش تكبروا خاطر اليوم اذا كان انت مدخول نتاعك ليميتي بالطبيعه ما تجيش نجم تقول له لا راك لازمك تمشي تخلص هو لي ليميتي هو عنده مصاريف في داره هو عنده صغار تقرا هو ما تنجمش حتى الدينار اللي باش تقول له ادفعوا مش باش يدفعوا خاطر يقول لك انا شبيه خمسه باكيت مثلا اما كي زاد تعمل له انفورماسيون على كيفاش هو يحسن المدخول نتاعه ويحسن الاكتيفيتي اللي هو يخدم فيها ويكبرها وقتها كي راه يسو بروجيت في ان بروجي اللي نجم يقعد يكبر وقتها تدخل وتقول فوالا اليوم تنجم تعمل البيتين ده او اليوم بقانون المبادر الذاتي تنجم تعمل تنضمي تحت المبادر الذاتي اي بيان سور ونحن خدمنا وخدمنا مع تفقديه الشغل وخدمنا مع وزاره التشغيل وخدمنا مع الجميع وشفنا بوكو دو بيرسون كي اون ترانزيتي مشاو اللي في كانت عندهم الامكانيه باش يحلوا البيتين ده خاطر فما بوكو دوت سيكتور بوكو دوت اكتيفيتي اللي تقعد البيتين ده في الوقت هذاك كانت تعتبر اون باريير على فورماليزاسيون وعلى ذاك هو جاي قانون المبادره الذاتي دونك سي هاني نقول ديما يفو سافوار كومون معناها ابروشي الناس هذوما تعطي معلومه صحيحه فو با اندوير لي جون اون ايرور تعطي توت لي زانفورماسيون اذا كان فما حاجات اكتواليزي لازم يفهمها لازم يفهموا زاد شو معناها حمايه اجتماعيه لازم يفهم الاداءات علاش تخلص لازم يفهم اللي هو كمواطن تونسي ويدخل مدخول لازم سي واجب عليه انه يخلص الاداء ان شاء الله حتى دينار. انا علاش قلت لازم تقنع كيفاش وكيفاش توصل باش تقنع الناس او الفئه هذه بالكلام الممتاز قاعد تقول فيه اسماء ولكن المشكل اللي بالوبسيرفاسيون معناتها وقت اللي نعيشوا في المجتمع التونسي انت تشوف كل يوم معناتها اللي نجموا نشوفوا بعض المتناقضات معناتها في الحياه يشوف اللي يلقى روحه هو يقول لك انا عايش بالسيف وكما قلت لك الكلمه والجمله الشهيره نتاع باش نقسم مع الدوله وشوف في المقابل في فئات برشا فئات اخرى ماهيش تعمل في هذاك ويمكن ياسر عايشه حياتها خير منه برشا انا اعطيك في صوره معناتها صوره بسيطه جدا على شنو ينجم يدور في بريجوجي ولا في فكر اي مواطن تونسي انا يقعد لك راهو سي با اون فورماسيون تجي تعملها نهار وفي لازمك تعمل وسامحني باش نقصك باش نعطي مثال بسيط خاطر عشناه هذا نحكيو على القطاع الفلاحي قبيله ونحكيو برشا على النساء الفلاحات واللي كيمو في الكماين والمشاكل اللي تصير والريسك نتاع لي زاكسيدون اتسيتيرا نتفكروا مليح شنو صار مع منظومه احميني معناتها
اللي مشاو قدموا انفسهم وصدقوا اللي نحكيو فيه نحن من قبيله، اي مالوغوزمون كانت الكارثه الكبرى معناتها، بعد ما انت صار النتيجه كانت عكسيه تماما، وما استعرف بهم حد وصارت لهم مشاكل حتى بالعكس. هي المنظومه هي هو برنامج حميني تعملت عليه اون معناها كوميونيكاسيون كبيره وما تفعلش ان سارتان مومون، لكن هو كبرنامج وكفكره وكممكن يكون بديل كان باهي. هنا ترجع تشوف مع ذيك لي ستركتور افيك سورتو لا سي ان اس اس علاش ما مشاش بالطبيعة. وهذه علاش انا نجي نقول لك اليوم علاش سي تري امبورتون شكون باش يقدم لهم المعلومه، لان الناس عندهم تو مثلا هاك جبت انت الاكزامبل هذا الناس ما عادش عندها ثقه. اه عملت انا شوف احميني تو انا صافي 6 سنين وانا نطلع كل ديما نحكي على تون انتربرونور هاو باش يخرج هاو باش يخرج، ثم مناطق انا ما عادش كي ندخل لهم ما عادش عندي وجه معناها، خاطر خدمنا مع عباد عملنا معاهم دي كونسلتاسيون وخذينا الافكار نتاعهم ورفعناها للوزاره وخدمنا في كوميتي تكنيك وخرج ومن بعد خرج في الرايد الرسمي. اي ساتخين ساتخين نحن خاطر في واجهه الناس هذيا دونك يقول لك ما فماش مصداقيه. اليوم ان شاء الله انا حسب الديكلاراسيون تاع السيد الوزير البارح اللي تري بيان بيانتو معناها قال في اكتوبر ان شاء الله تكون منصه حاضره والناس تبدا تسجل، هذه معناها معلومه باهيه انفورماسيون باهيه. مي افون انا نتمنى قبل ما يبداو الناس يسجلوا لازم نكونوهم باش ما يقولكش اه وحلتوني، خاطر هو ما في حتى توحيل، هو بالعكس سي ان ريجيم تري افونتاجو الناس الكل اللي يحب يعمل تحب حتى تخرج منه وتنجم تعمل دوموند تخرج مش حصيله معناتها في الاخر عليه. هي الدولة نحن يا سيدي انت تخدم مع الدولة، هو مش مشروع دولة واحدة فيها مجتمع مدني فيها هما اللي ترافايغون فورميل، هما كانوا معنا هما قعدوا مع الوزيرة هما طلعوا فما جروب كبير اللي ريبريزونتي بليزيور ريجيون وقعدوا وحكاوا معاه معناها يعرفوا اللي راهو على الاقل المجموعة اللي خدمنا معاها والجهات اللي خدمنا معاهم يعرفوا اللي القانون هذاك سي الفائدة نتاعهم. لكن اليوم الناس اللي ما تعرفش لازم تعمل لهم اون معناها اون فورماسيون وتعمل اون تري بيل كومينيكاسيون على البروجي هذايا، علاش شنو الاهداف نتاعو. نحن وقت عملنا اون فيديو تحفونا فسرناها فسرنا لهم معناها شنو هو القانون هذايا ويقعد في الاخر بالكل اختيار ليه. مع العلم انا حبيت نرجع انت تقول لي على اللي يشوف ويقولوا العباد الاخرى ما تخلصش موجود، لكن تعرف موجود فانا فئه عمريه الفئه العمريه الصغيره اللي نحن مثلا كنا نتوقع اللي هما مثلا عندهم دي نيفو ديدوكاسيون خير انه مش يكونوا متفاهمين اكثر اهميه الفورماليزاسيون اهميه انك تكون في القطاع المنظم، لقينا بالعكس الافكار نتاعهم نتاع نقسم مع الدوله معناها تقعد بيت علاش معناها عنده الفكره هذيا. اون فام معناها 40 و45 و50 سنه في الفلاحه تسمعك واكثر وتتقبل المعلومه اكثر وتخمم على خاطر يخموا في صغارهم خاطر يراف في الحياه بطريقه اخرى. لي جون الصغار هذوما اللي مازالوا كي تخرجوا ويسون دون لافورميل ويحب يكون عنده فلوس مازال ما عندوش مانيش باش نقول كلمه الوعي ولكن مازال ماهوش واقعي شويه في التقييم تاعو، لكن مع الوقت سوف شونجي. ولو انه انت تعوني تحكي على اون نوفيل جينيراسيون لا جينيراسيون زاد تحديدا اللي نظرتهم للحياه والحماية الاجتماعية وللتأمين هذا الكل مختلفة تماما الدولة برشا فردانية بالنسبة لهم الحياة أنا معناتها قبل كل شيء فهمت اللي هي ذاك علاش حتى لو غيزونهم تاع الدولة لازم يختلف في ذولي ويتبدل تحكي نحكيو على نظرة جديدة نحن اليوم بناء على هذايا سي فري نظرة جديدة علاش نحن ميم حتى لاتولي بوركوا يفو روبونسي لانفورمال خاطر فما متغيرات جديدة راهو الكوفيد كي جي خلق حاجة جديدة. التطور التكنولوجي اليوم راهو قاعد زادة سبب في فقدان مواطن الشغل وظهور أنواع جديدة نتاع الشغل اللي هي معناها أنا اون انتربريز ما عادش حاجتي باش جو ريكروت 10 انجينيور أنا زوز نبعث لهم الخدمة يخدمها لي اون تاش ونخلصوا فيها. دونك انت انسان كان عنده امان وظيفي مده سنوات عنده روتريت عنده وبيرو يخدم فيه تلقى اليوم دي زونتربريز نون بلو بوزوان دو سا معناها ثم اون اكتيفيتي الى روتريت فوالا عنده اون اكتيفيتي دونك يفو سادابتي مع هذا يفو سادابتي هما بيدهم لي جون يفو كي سادابت سا. لكن مش معناها انا نخدم ونعمل نقدم الخدمه نتاعي ونخلص في الفلايسيت نتاعي ونقعد ومن بعد على دو 40 ans 50 ans 60 ans تولي تتشكى وتتبكى تولي تتشكى وتتبكى بالطبيعه خاطر انت ما قريتش حسابك والدنيا ماشيه وتصعب. وفما حاجه اخرى انت تو قلت لي كان ذوما كيفاش نجمو نقنعهم ما تنساش ذا قانون الماليه يفرض على ثم معناها في شروط اليوم راهو سي با اوسي سامبل باش اليوم تكون تحوس تبدا عندك ليكيديتي فوق 5 ملايين باش تمشي القانون ما يسمحش باش تمشي تصبها لازمك تو جيستيفي غدوه باش تشري كهرباء تو دو جيستيفي دونك بالطبيعه انت داخل في النقطه هايله هايله ذي معناتها النقطه ذي لانه رغم ذلك رغم هالمحددات اللي موجودة وكما كنت تحكي على قانون المالية وإجراءات معينة ولكن في نفس الوقت ديما فما حلول جانبية معناتها وهذا يهزنا لجانب آخر اللي هو علاقة الاقتصاد والعمل الغير مهيكل بالفساد والرشوة هذا موجود معناتها عندك دو موند يمشيوا مع بعضهم اليوم في تونس عايشين ببعضهم معناتها
انت راك سؤال هو انا شوي عندي شوي تحفظات. سي فري موجود، راهو هذا موجود في كل شيء، هو موجود في الفساد ولا الرشوه ولا اللي طن. هو موجود في صف نتاع خبز، واحد شدد من الخمسه نتاع الصباح والاخر خاطر يعرف الخباز ولا واحد يدور منه ياخو، هذا نوع من زاد كيف كيف. دونك موجود، موجود في الممارسات نتاعنا، موجود في الادارات، موجود ان شاء الله. باش نقول لك انا، وهو واحد من الاسباب اللي علاش هما ما يحبوش فورماليزي، ما تدخلش لهم لي باغيير. يقول لك زاد الفساد، الرشوه البيروقراطيه هي من الاسباب اللي تخليني انا اليوم ما نخممش. حتى لي جون مثلا وقت اللي حكينا على لورغانيزاسيون ترافايور انفورمال، قلنا لهم شنو هما لي موتيف نتاعك باش انك تنضم، او واحد يقول لك نحب باش نوقف هالمشكله نتاع الفساد والرشوه والبيروقراطيه. لكن المشكله راهو كي تسالوا شنو الفرق ما بيناتهم ما يعرفهمش. حتى هما ذوما ثلاثه ما يعرفهمش هما شنو، لانه يسمع فيهم يسمع. غادي فوا تقول له علاش ما مشيتش القباضه، يقول لك يعطيك معناها معلومات، تقول انت مشيت، يقول لك لا ما نعرفش. انت من واحد لواحد لواحد سمع بطبيعه الانفورماسيون شونج. على ذلك انا ديما ناكد على دور المجتمع المدني في التحسيس والتكوين والتدريب واعطاء المعلومه الصحيحه والاكتواليزاسيون دو لانفورماسيون. اليوم نحن اي اجراء جديد او اي برامج جديده تخرجها اي واحده من الوزارات اللي عندها علاقه باللا ترانزيسيون فيغ ليكونومي انفورمي، نحبوا نكونوا نعرفوها باش نحن اون بو لي كومونيكي بطريقه صحيحه. مثلا نحن في برنامج في كانت عندنا عمناول سلسله من الحوارات المجتمعيه وين فما فيها لي ترافايور انفورمال افيك لي ستركتور بوبليك، معناها اونيتي نحن كمجموعه كبرنامج وكمعهد اونيتي سوربري باغ البرنامج من رائدات نتاع وزاره المراه. ايزيتي في كل جلسه في جهات حاضرين وفي الحوارات ويزون دوموندي لو نومبر، معناها الليست نتاع قائمه النساء اللي تحب تتمول، وعطاوهم فرص تمويل. كانوا يحضروا معنا سي ان اس اس، تحضر معنا الحمايه الاجتماعيه، العباد اللي عندها اشكاليات يمشيو لهم. دونك هذايا هو خلق نوع من الثقه بين لي ترافايور انفورمال، يقول لك يا تيان هاو لي ستركتور بوبليك يسمعونا، سي با معناها كلام ماهيش وعود. وافيكتيفمون نحن اون في لو سويفي. دونك هنا ديما نقول لانفورماسيون اي تري امبورتونت. والبارح نحن الاتولي نتاعنا في نظره جديده حبينا نغزو لانفورمال من زاويه واحده اخرى، زاويه تطور التكنولوجي، التاثير البيئي، ظهور معناها عمل جديد، معناها نوفيل فورم دومبلوا. هذا يفو معناها يفو لو بروندر اون كونسيديراسيون. حتى غدو انت انسبكسيون ترافاي مثلا، كيفاش تراقب العلاقات الشغليه في البلاتفورم ايكونومي مثلا؟ اذا انت معناها لازمك تجدد لي زوتي نتاع المراقبه نتاعك ونتاع المصالحه وما الى ذلك، باش بو بوفوار معناها اسيغي حقوق النساء. هذيا حتى المسميات القانونيه في بعض الاحيان فما مهن ما عندهاش حتى الجهات الرسميه، ما عندهاش حتى التسميه نتاعها. باش تشوف المهن هذيا يفونك تعترف بهم. نحن نعطيك اكزومبل زاد البارح على لي زوكسيليير دو في، نحن نخدموا معاهم، عندنا ان تري معناها ان نومبر اسي امبورتون دوكسيليير دو في في جهه القصرين، اللي ناس معناها متخرجه وماخذه الدبلومات نتاعها فتره الكوفيد استعانوا بهم في وسط في السبيتارات. ولكن اليوم كي يخرج انتداب من وزاره الصحه ما يعيطولهمش، يقول لك لو ديبلوم ني با ريكوني. دونك اليوم كيفاش باش نخدموا بور كو هالديبلوم هذا سوا ريكوني، باش انهم يكونوا بيدهم هما، خاطر قاعدين يخدموا في الانفورمال، قاعدين يخدموا في لي كلينيك، قاعدين يخدموا شي العائلات في ديار المسنين، دور المسنين. بون يظل وزاره المراه تعترف بهم، وزاره الشؤون الاجتماعيه تعترف بهم، اما يظل وزاره الصحه لا. دونك هنا على وزارات هوني ما فماش تواصل ما بيناتها. معناها سي تري امبورتون انك ونحن حاولنا اتصلنا بهم الوزارات وحبيناهم يحضروا حتى معنا في الجلسات غير باش يسمعوا الاشكاليات نتاع الناس هذيا. سي نومبر سي امبورتون، معناها نقول لك في القاسمين بركه يمكن 200، وشوف الجهات الكل. علاش عباد معناها انفستيس، طلبه يمشيوا يستثمروا ويدفعوا فلايس باش ياخذوا شهاده يحسبوا رواحهم باش يخدموا بها ويكملوا بها بعد كي يلقاو رواحهم في الانفورمال. نرجعوا بعض الاخبار مباشره، نختم معاك في تقريبا خلاصه على اهم النقاط اللي خرجتوا بها البارح جوستومون، ونحب تلخص لنا بعض ما قيل حول المنصه بما انك قبلك تعديت عليها الفكره، اهم الرسائل الاساسيه اللي خرجتوا بها البارح من الندوه. قبل هذه الاخبار مع صفي المحرر وبعد راجعين. أسعد الله ومساء الجميع، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أسمع قلت شنو أهم الطرق للإدماج، بس في وفينال نحكيه على عملية إدماج هي في المنظومة المهيكلة. البارح برشا نقاشات صارت، جملة من الضيوف باش خرجتوا في نهاية المطاف؟
باش خرجنا دونك انت تو كنت تحكي على عمليه الادماج او لا ترانزيسيون اللي هي راهي ماهيش مربوطه فقط مثلا بالقانون، ولكن فيها لو فولي نتاع التكوين التدريب، فيها دور تفقديات الشغل، فيها دور سي ان اس اس، فيها تدريب، فيها لي ريفورم اون جينيرال ليجيسلاتيف، ولكن فيها ايضا لا ريبريزونتاسيون اي لورغانيزاسيون دو ترافايور انفورمال. هذايا راه مشكله من كلام البي اي تي كي خرجوا التوصيه 204 سنه 2015، ونحن قبلها كنا خرجنا توصيه 2000 وفي 2014 فيها براتيكمون لي ميم بوين. البارح بالطبيعه نحن حابين تكون نظره جديده للعمل في الاقتصاد غير المنظم، حابين نشوفوا معناها حابين نقولوا راهو اليوم لانفورمال اللي اكزيست توجور، خدمنا على برشا حاجات، لكن اليوم يفو بروندر اون كونسيديراسيون حاجات جديده. اولها كما كنت انت تحكي لا ديفينيسيون، اليوم مع ظهور متغيرات يلفو ريدوفينير لانفورمال. مش معناها لا ديفينيسيون كونسيبتويل، ولكن فما مثلا مهن جديده تعتبر داخل لانفورمال، فما دي ستاتيو جديده داخله في لانفورمال. دونك هنا يفو معناها نعرفوهم لي زوتي دو ميزور اليوم كيفاش نجم انا نحصيهم الناس هذيا. على ذلك نحن كان مهم جدا انه نحكيو على لا ديفينيسيون، لا كوليكت دو دوني، اهميه الغوشيرش ولي زيتود، سي امبورتون هذوما الاثنين باش انك تفهم مليح باش تعمل سياسات انت. يلتفو دي زانفورماسيون، يلتفو معناها معطيات، يلتفو معناها تعرف الناس هذي فين، شنو الاسباب نتاعها، شنو المشاكل نتاعها، باش تنجم تبني عليها. حاجه اخرى كيما كنت نحكي لك على الاورغانيزاسيون، في العالم كامل توا قاعدين نشوفوا اللي لي ترافايور انفورمال اذا كانت تحب تخلق لهم سياسات، ي دوافت اتر امبليكي دون لو بروسيسوس ديلابوراسيون دو سي ريفورم. القاعده من اللوطة لازمك تعرف شنو الاشكاليات نتاعهم منهم، مش باش تجيب خبير باش يقعد في بيرو وينجم يكتب لك احسن لجي احسن ريفورم، ما تنجم ما تستجيبش للواقع نتاعهم. دونك سي تري امبورتون انه الناس هذه يكون عندها صوت. اليوم مثلا في الاهداف التنميه المستدامه فما الهدف نتاع ان نوفو كونترا سوسيال نتاع اسمه ترافاي ديسون والكروسونس انكلوزيف، فما نتاع البوفورتي، كلهم يقولوا لك الناس هذه لازمها تكون عندها صوت في الحوار الاجتماعي، باش لازم تكون عندها تمثيليه. على ذلك نحن البارح كان فما واحده من لي بانيل حبينا نحكي فيها على اهميه لا ريبريزونتاسيون لا بارتيسيباسيون دي ترافايور انفورمال بور ان ديالوج سوسيال معناه انكلوزيف، باش يكونوا هما طرف في الديالوج سوسيال. دونك ثلاثه نقاط هذوما، وبالطبيعه نقطه البلاتفورم ايكونومي كيفاش اليوم فما تطور تكنولوجي، فما ظهور مهن جديده، منها مثلا حكينا البارح كان على البلاتفورم ايكونومي، ان شاء الله في عام ولا في عامين كي نخدموا ندوه اخرى باش نحكيو اكثر على اقتصاد الرعايه الكير ايكونومي اللي كنت نحكي لك على ليزوكسيليير دو في، اللي هو زاد حاجه اليوم قاعده تخدم عليها لانها فيها ظهور مهن جديده بعد التغيرات معناها اللي قاعد يشهد فيها العالم. فما زاد كيف التغيرات المناخيه راهي يفو ساتوندغ اللي باش تكون عندها امباكت كبير برشا على نوعيه العمل، وعلى انه برشا ناس وبرشا دي زونتربريز باش تسكر، وبرشا ناس باش تتجه للانفورمال. هذوما دي بريفيزيون قاعدين ناس في برشا معناها دي ستركتور قاعدين يخدموا عليها. دونك سي اوسي امبورتون انه ناخذوها بعين الاعتبار. على ذلك نحن كان يمكن واحده من اهم نقاط الندوه اللي اطلقنا منصه جديده اسمها الانكلوزيف ليبر انستيتيوت. هذه منصه تعنى بالكوليكت دي دوني، تعنى باللي ستاتيستيك معطيات لي زيتود لي رابور اللي تابعين لانفورمي. سي با منصه ماهيش تونسيه، ماهيش محسوبه على حد، سي منصه فيرتويال انترناسيونال. دونك في وسط بوكو دو بارتنير من تونس، من افريقيا، من المغرب، من مينا ريجن، من اسيا، من امريكا اللاتينيه. اي انسان مهتم باش انه يعمل دي زيتود، مهتم يعمل دراسات حول الانفورمال افيك ان تي فوكس سور لي فام، دونك ينجم يكون بارتنير في المنصه هذه. منصه تسمح باش بيدها هي باش تعمل معناها لا كوليك دو دوني، هي قادره انها تخلق دي كيستيونير، معناها انت حتى ولو ماكش متمكن كيما نقولوا امتيت اسوسيسيون، احنا عندنا ضيفه مثلا من كوت ديفوار هذه تحب تعمل عندها امتيت يونيون، تحب تعمل اون اتيود على مثلا الامباكت نتاع اليونيون نتاعها على لي مومبر اون طونك سيرفيس اي تو سا. بالطبيعه لي زيونيون هذوما سون صغار وما عندهمش فلوس، راه كل اتيود لازمها فلوس. دونك اترافيغ المنصه تنجم تختار تعمل البو لونسي ليتيود نتاعها اوبخي دو كي، شنو هي الاسئله اللي تحب تطرحهم خاطر موجودين، تعمل كوليكت دوني نتاعها، تكون الناس اللي باش يعملوا مثلا لي زونكيتور نتاعها، خاطر المنصه زاده تعطي مساحه للتدريب حول حاجات معينه، منها مثلا كيفاش اون بو كوندوير دي زونتروتيان اي تو سا، ولا كومون اون كوليكت لي دوني، وبعد تصب لي زانفورماسيون، نوريهم كيفاش يصبوا لي زانفورماسيون كوليكتي سور المنصه. بالطبيعة المنصه عندها اون ميثودولوجي معينه ديكسبلوتاسيون دي دوني باش تكون حاجه سيونتيفيك وحاجه صحيحه، وتنجم حتى المنصه تخرج لها لي بروميير ريزولتا دو ليتود اون اتوندون بالطبيعه باش تكون ليتود ابروفوندي بار دي اكسبير. معناها حبيت نعطيك افكار حول المنصه
هذايا. المنصه هذه لوبجيكتيف تاعها انا باش يكون معناها اسباس دي شانج ما بين لي بارتنير ما بين لي ترافايور انفورمال ما بين لورز اورغانيزاسيون لي اورغانيزاسيون كي لي ريبريزونت ما بين ايغالمون لي ديسيدور معناها ديسيجن ميكرز الناس اللي تاخذ في القرارات زاد كيف كيف انهم ينضموا في الـ في الـ في المن ينخرطوا بالمنصه هذه. ان شاء الله تكون تجربه باهيه. سي ان بروجي معناها نخدموا عليه سافي دو زون باش ينطلق. كي تقول اطلقنا معناتها هي اطلقنا لو بروميير فيرسيون توا البارح وريتها نورمالمون الي دون كيلكو تون جو سي با اون سيمين اون انفوي معناها لو ليان. والحاجه الباهيه اللي المنصه هذه خدمتها شركه تونسيه معناها بازي في تونس سي دي انجينيور تونيزيان اللي خدموا سافي دو زون دو زون نخدموا معاهم يعطيهم الصحه على راسهم نهله ميساج نحب سلموا عليها نهله تبارك الله عليها. دونك سافي دو زون هي معنا وتخدم عليها وبطبيعه ما لازمش ننسى اللي هي برنامج المبادره العالميه للانصاف جي اف اي بشراكه مع تيلي وبشراكه مع دوت بايور دو فون مانيش باش نذكرهم. مي سي ان بروجي تحفون بالكدا ان شاء الله نوصلوا بيه الحاجات اللي نحن نحبوها اللي اون كوليكت لافوا نتاع الناس اللي في الانفورمال الناس اللي تخدم على الانفورمال الخبراء اللي في الانفورمال الناس اللي تمول في الانفورمال الناس اللي تكون في الانفورمال اي انسان اللي يحب الانفورمال ويحب معناها اون ابوي لا ترانزيسيون الناس هذه توصل تعبير محلي اللي يحب الانفورمال يحب الانفورمال دون لو سونس يحب الناس هذيا تمشي خاطر نحن ديما نرجع نقول نحن لابروش نتاعنا سي اون ابروش دو دووا مقاربه حقوقيه الناس هذيا نحبوها تتمتع بالحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه نتاعها ولكن في نفس الوقت نحبوا نوعيهم باش يقوموا بالواجبات نتاعهم. نحن نحكيو على تونس مي ايجالمون تو قاعدين نخدموا على مينا ريجن نخدموا على افريك سي لو ميم ميساج وهذا زاد الميساج اللي تخدم عليه الجلوبال فيرنس انيشيتيف ويخدموا عليه الشركاء نتاعنا الكل. كل المشكله الاساسيه ديما في التعاطي مع القضيه هذيا باش نخدموا بالفكره هذه على الاقل انه ديما التعاطي معها بالمقلوب عكس اللي انت كنت تقول فيه اسماء لي ديما انت غلط دونك انت معناتها من المفروض عندك واجبات عندي لازم تقدمهم ما نقدموش الصوره بالعكس كما كنت تحكي راه في الاخر الاهم هو حقوقك خاطر عندك حقوق لازمك تتمتع بها معناتها يعني انا نقول خلي لك ليبر خليني انا مجتمع مدني نحكي على الحقوق ونمشي بالابخوش هذايا وخليك انت كدوله مثلا خلي تحب الناس تكون عندها الحقوق نتاعها وزاد تحب تلزمهم باش يدفعوا الواجب يقوموا بالواجبات نتاعهم اي اون في معناها ليكيليبر ما بيناتنا خاطر نحن نخدموا مع بعضنا. نحن عمرنا ما كنا في كونفلي مع وزارات وقولوا لهم علاش انتم تحكيوا هكا ولا هما كانوا كيف كيف بالعكس نحن نخدموا مع بعضنا منذ سنوات سا سي تري تري امبورتون الكل فورم دو كولابوراسيون والايدي نتاع لا كولابوراسيون هالابروش ملتي بارتي كونسنسويل اللي خدمنا بها منذ سنوات هي اللي كانت ليدي بور كريي سيت بلاتفورم خاطر نحبوا البلاتفورم هذه يكونوا فيها الناس الكل باش المعلومه تمشي اسرع وباش زاده كيف كيفك اللي هو ما بين الديسيدور وما بين لانفورمال تنقص. خاطر انت كديسيدور ما تنجمش تتكلم باسمه. انا اليوم نجم نتكلم باسمه ولكن انا صدقني نفضل اني يكون فما ان ترافايور انفورمال قاعد معاك يحكي خير. البارح نحن مثلا يا بوكو ترافايور انفورمال كي اون في معناها دي تيمونياج خاطر يحكيوا على قصص حقيقيه. دونك البارح هو قاعد ويهز يده ويكلم الوزير سواء يلومه سواء يطلب معاه سواء يشكره سواء يساله سؤال سي تري امبورتون ايشونج مهم في الاخر انت تلقى روحك كمجتمع مدني قاعده تقرب من لا ترافكل ما بين لي زونيون تقرب ما بين معناها كيف اللي في المجتمع المدني ما بين ستركتور بوبليك فهمتوا لازم نظره الناس تتغير على انه كل واحد يخدم وحده سي تري امبورتون انه نخدموا الناس كل مع بعض نخدم معك لو تو انتربرونور حاجه كي سا فو تيان فريمون اكور الفكره والقانون اي بالطبيعه خلمك سي اي جوستومون وقتاش كهو باش نقولوا والله حسب انطلق بدا يمشي معناتها ان شاء الله حسب تصريح السيد الوزير البارح اللي تخي بروشينمون بيتيتر في اكتوبر ولا المهم قبل نهايه 2024 باش يكون فما لا بلاتفورم باش تكون اوبيراسيونيل وباش كي يقولوا لا بلاتفورم اوبيراسيونيل سيتادير لي ترافايور انفورميل اون فوا فورمي معناها لازم تبدا عندهم المعلومه على كيفاش يستعملوا البلاتفورم وشنو هو القانون وما الى ذلك يبوف سونغوجيستر وين فوا يسو سونت انغوجيستري باش تبدا عندهم كارت المبادر الذاتي اللي ان شاء الله تسمح لهم حتى غدوه في بطاقه التعريف نتاعهم باش ما تنحى كلمه لا شيء وشؤون المنزل ويبدا عنده ان تيتر وغدوه بالورقه هذيا نتاع المبادر الذاتي يل بو معناها افوار اكسي ان كونت بانكير باش يبدا يخدم ولا ويتحسن الوضعيه نتاعو وحتى غدوه ينجم يسافر كي يطلب فيزا يطلبوا عليه وثائق معينه يلقى الوثائق هذيك تستجيب للشروط تاع الفيزا باش يخرج يعمل فورماسيون برا باش يخرج يعرض المنتوجات نتاعو برا سيت ان ستاتيو بطبيعه ستاتيو هذا باش يكون تحت الروجيستر ناسيونال دي زونتربريز تخدم عليه رئاسه الحكومه مشكورين معناها مجموعه رئاسه الحكومه مشكورين جمعيه وزاره التشغيل زاد كيف كيف وزاره الماليه باش ما ننسى
صحه حد. الناس اللي قاعده تخدم عليه سي ان اس اس الكل يعطيهم الصحه. نحن كمجتمع مدني نفرحوا برشا انه الحاجه دي باش توصل تولي موجوده. مجهود تاع مجتمع مدني ولكن مش وحدهم، مع بالشراكه مع المؤسسات الحكوميه، وان شاء الله نحن بينا نقدموا لو تونتربرونور حاجه عملناها استنى كي ان شاء الله فما حاجات جديده في الافق، ربما قوانين دي ريفورم، حاجات جديده اللي قاعدين نخدموا عليهم اللي زاد كيف باش سهل ادماج ربما عباد اخرين. تحضروا في حاجه جدد اليوم عناوين كبرى شنو كي نقول لك؟ مثلا لي زوكسيليير دو في، نحن نحبوا نخدموا وبدينا الخدمه شويه مع بعض النواب حول الوضعيه نتاع لي زوكسيليير دو في، كيفاش تم عمليه لا ريكونيسونس نتاع الميتي نتاعهم. سا سي تري امبورتون خاطر الناس اللي قاعده تخدم في الانفورمال. انت تصور تجيب واحد، نعطيك مثال، تجيب واحد الواحد مريض في دارك، اوكسيليير دو في يخدم وحده وباش تخلصه سامحني يخرج، انا نعطيك مثال واقعي هذا انا عشته، يخرج يقدم كلب حاشاك ايماجين معناها ما عنده حتى ستاتور. علاش؟ على خاطر عطيته 50,000 ولا 100,000 ومن بعد الناس هذوما مثلا نحكيو لنا تلقاه هو مريض 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 على الاخر، بعثوا سبيتار قالوا مثلا قالوا عطوه اسمه باش يجي يخدم في الدار، الشخص هذا مات وجرات يحملوه العائله مسؤوليه يقول لهم راهو السبيتار عطاكم اسمي خاطرني مش انا المسؤول، ما عادش نخلصوك. معناها راهم سي ان نوم و سي ان ميتي اللي هو ذي من مع التهرم كيفاش نقولوا نحن السكاني. السكاني معناها باش تحتاج الناس كل يوم تفركس في شكون مثلا عنده عبد كبير، حد مريض، عبد صغير، والناس لازم تكون كاليفيه باش تعرف توقف، تعرف ترقد، تعرف تعمل سرانك. ما هماش سي سون با دي انفيرمي، عندهم معناها خدمات معينه، لكن المهمين فما ناس عائلات تتعامل معاهم تخش عليهم معناها باش يطيبوا مثلا. علاش هو مش هذيك خدمته ما طيبش، فهمت؟ كل واحد عنده مسؤوليته. علاش خاطرو موش محمي، خاطر ما فماش. دونك نحن اوني اون تران ترافايي سور سو سوجي لا، ان شاء الله نكملوا فيه. كيما قلت لك فما معناها كنا قابلنا نواب محليين، نواب حتى في البرلمان، سو معناها انتيريسي للسوجي، مي سي ان ترافاي اللي لازم واحد. وفما حاجه اخرى تابعه. ست سنين اخرين معناتها زاد وسبع ان شاء الله ميسي. حتى ولو خذا الوقت سي با غاف، انا نقول سي با غاف، حتى حاجه مش باش يتمتع بها هو اليوم وغيره باش يتمتع بها. ميساج حتى نحن هم مجتمع مدني كان عينا رانا عملناه وقعد. من احنا ولا تونيو ميسيل اونتر تون مالوغوزمون فما برشا حاجات تضيع زاد فماش علاش اي ميسيل شو. ومع هذايا وقت اللي نخدموا على لورغانيزاسيون ترافايور انفورمال سا سي ان بوان معناها انا يهمني برشا الناس هذي لازم تتنظم، لازم يكون عندها صوت. سا سي تري امبورتون خاطر الناس ديما تتخوف باش تنظموهم باش يوليو يعملوا كريفات. هما شنو يخدم في اداره باش يعمل كريف، باش يعمل لي سكر الكيس، ما باش يعمل حتى شيء، هو باش يكون في اونيون باش يتفرما باش يفهم الحقوق نتاعو باش يطلب زاد حقوقه يا سيدي يفهم حقوقه باش ندربوه باش يعرفوا بعضهم باش غدوه انا كي تبدا مثلا كيما وزاره المراه عندها مشروع ويستهدف الناس هذيا وزاره المراه باش تقعد تدور عليهم في الكيس تفركس فيهم بالطبيعه الو فو فيزافي. دونك هذا الفيزافي مهم جدا اني نخدموا على لورغانيزاسيون ونحن بدينا فيها مع المجلس الافريقي اللي نخدموا عليه وان شاء الله نكملوا فيه ان شاء الله بالتوفيق. اسامه حسن مديره المعهد التونسي للعمل الشامل، نفكر اللي حكينا حول النظرة الجديدة للعمل في الاقتصاد غير المنظم، البارح كان المنتدى هذا، إن شاء الله بالتوفيق في اللي تعملوا فيه الكل. يعيشك يعيشك، بارك الله فيك، شكرا لك على الاستضافة. شكرا لك، اقعدوا معنا بعد شوية باش نمشيو نعملوا تنقيزة من تونس للولايات المتحدة الأمريكية، ويكون معنا ضيفنا محمد طاهر مباشرة من واشنطن.